وملفاك ربي يعودك علينا آمين وكل حول نلقاك حياك العيد حياك وحنا بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة تقبل الله. تحية طيبة نودي لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر القناة الثالثة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بلا شك نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وكذلك سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وكذلك إلى حكومتنا الرشيدة وإلى الشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين على أرض الكويت الغالية. خلوني أرحب بزميلتي حبيبة العبد الله. حياك الله حبيبة. الله يحييك. أيامك سعيدة يا رب وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ويسعدنا نحن نكون معاكم في برنامج أعيادنا طيلة أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 ولغاية الساعة 5 مباشرة. نستضيف نجوم الرياضة الكويتية ونستذكر معاهم فرحة العيد، وأكيد رح يكون في حوار خفيف نقدم لكم من خلاله وجبة متنوعة من التقارير، فحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. واليوم صراحة ضيوفنا جدا رائعين يا محمد، ولهم تاريخ كبير في عالمهم الخاص وكل واحد كان يتغنى بلعبته. خلونا بالبداية رحب بالعزيز الكابتن راشد بديح المدرب الوطني، ولكن قبلها كان نجم نجوم نادي القادسية الرياضي. حياك الله كابتن راشد وعيدك مبارك. حياك الله مشاهدينا، أمسي عليكم ومسي على الأخوان المشاهدين وعلى الأخت حبيبة، كذلك عيدك مبارك وأيامك سعيدة وعسى تعودها إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله معنا وكل عام وأنت بخير. وبما أنك يعني من متابعين ومعجبين كابتن محمد عبد الرزاق فرح أخلي مقدمته عندك. مشكورة هذا النجم الغالي العزيز على القلب والكل يحبه، كل فرد سواء كان صغير سواء كان كبير الكل كان يتابعه والكل كان يحرص أنه يعني يحضر أي مباراة يكون فيها، فما بالكم محمد أكبر اللي كان وياه من هو صغير. الكابتن محمد عبد الرزاق نجم نجوم نادي كاظم والمنتخب الوطني لكرة الطائرة، حياك الله وعيدك مبارك. عيدك مبارك ويومك سعيدة إن شاء الله، ومشكور على المقدمة الرائعة وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف. حياك الله معنا كابتن محمد، وننتقل معاكم الى واحد كويتاوي مخضرم للامانه كابتن هيثم بارون لاعب دولي سابق في كره السله. حياك الله معنا كابتن. مرحبا وكل عام وانت بخير واياكم سعيده، ونهنئ بصراحه اولا القياده السياسيه على راسهم حضره صاحب السمو وجميع المواطنين والمقيمين باعياد الاضحى المبارك، ونسال الله ان يديم افراحهم وايامهم السعيده ان شاء الله عوام وسنين مديده ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور كابتن هيثم، ولكن انت عاد لازم لك لقب ملك الثلاثيات، الكل يعرف هني والكل متابعك. جزاك الله خير. الملك راحت عليك الحين. الملك لله. لا اله الا الله. لا راحت عليك الحين ولا للحين؟ الحاسه موجوده؟ والله لا موجوده. موجوده تبارك الرحمن. موجوده. خلاص نحطك السلم ونجرب. خلينا نطلع مشاهدينا الكرام باغنيه خاصه عن العيد. احنا ما نحس بالعيد وجمال العيد الا لما نسمع هذه الاغاني القديمه اللي تذكرنا بالماضي العريق. والعيد يمكن هذه السنه له خصوصيه مختلفه، ونقول ان شاء الله ان شاء الله نقول امين يا محمد. امين يا رب. اخر سنه تكون فيها كورونا ان شاء الله، عيد الاضحى المبارك السنه القادمه ما يكون فيها كورونا. ف
هذا العيد كباتنا الكرام لا خصوصية، مختلفة شوي، عملية التباعد فيه كثيرة، يمكن ما نقدر نروح كل مكان مثل ما كنا قبل على راحتنا، حتى صلاة العيد كان فيها تباعد. فكابتن راشد يعني شلون كان اليوم معك؟ شلون كانت بداية العيد معك؟ والله شوفوا يعني احنا تدري انت الحين قلتي كلمة، قلتي ان شاء الله تكون اخر سنة، امين يا رب، ان شاء الله يكون اخر شهر، ان شاء الله يكون اخر يوم، ان شاء الله ان شاء الله نفتك، لان اخر عيد اخر لأن اليوم اليوم احنا حتى ما احنا عارفين الايام صح، يعني قبل شوي نسولف تحت الهواء الايام احنا ما احنا عارفينها لتكرارها بشكل ما وقاعد نستمتع فيها يعني صحيح. لكن الحمد لله يعني أمانة الحكومة ما قصرت من ناحية طبية، من نواحي كثيرة يعني ما قصرت، لكن بنفس الوقت احنا نعيش أيام ما تعودنا عليها، لكن بنفس الوقت ودنا نخلص من هالأيام هذه. وانت قلتي آخر سنة ايش صبرنا بعد شهر 12؟ والله ما فينا حين نصبر شهر 12، صبرنا وايد اي والله، لكن الحمد لله تجمع الاهل يعني هو كعيد كان موجود معاكم موجود اليوم طبعا يعني. إيه نعم العيال والاهل والاحفاد كلهم موجودين متواجدين عندنا بالبيت الحمد لله على كل حال. اهم شيء اشتراطات صحيه تكون هم ايضا متوفره مع الجميع عشان الواحد هم يكون طبعا هي الاشتراطات موجوده نعم لكن هذا احنا كل يوم نعم يعني متواصلين على طول يعني تقريبا كل يوم لان جميل. الان حتى الدوامات ما في دوامات صح رسميه صح بشكل كبير يعني حلو بس راح تبلش ان شاء الله الشهر القادم الدوام يصير يعني بشكل 100% حسب ما وردنا. كابتن هيثم كنت قاعد تقول ان اليوم كان في زواره بس كان في تباعد، فشنو تقصد بالتباعد؟ يعني كل واحد قاعد مكان بروح اي اكيد اكيد احنا طبعا مثل ما قال الكابتن راشد يعني شويه احنا بالذات يعني دوله الكويت ومجتمع دوله الكويت يختلف عن مجتمعات الثانيه حتى دول الخليج المحيطه فينا، يعني احنا شويه في عندنا خصوصيه اكثر بالعيد، في عندنا ترابط واكثر في العيد، زواره اكثر في العيد، فاللهم لك الحمد يعني زيارات الاسريه والعائليه. لكن طبعا مع الوقت يعني ومع التكنولوجيا الحديثه صارت الناس شويه تتكاسل انها صح تقوم بهالدور، وايضا مشكله السفر الناس الحين قامت تفضل اذا في اي عطله او اي اجازه تسافر صح، فصار شويه زيارات يعني مو نفس العدد او نفس الكثره او التجمع اللي انت تشوفها قبل يعني. كابتن محمد عبد الرزاق يمكن الامر مشابه مختلف، ما ادري الامر يكون عندك، لكن مثل ما قالت حبيبه الوضع مختلف مع هذا الوباء، يمكن العيد الفات يمكن ما حسينا فيه اكثر، يمكن صادفنا نتوقع حظر او من هذا القبيل، ولكن الامر شلون ويا محمد عبد الرزاق مع كورونا وما قبل كورونا في خلينا نقول التجمع الاسري؟ طبعا كورونا لها تاثير كبير على العلاقات الاجتماعيه سلبيه وايجابيه، والله فيها شوف احنا نقول من الطرفين من الجانبين يعني السلبيه لنا هي ما تقدر تبتعد عن محيطك اللي هو تتوسع اكثر عائليا صح، وايجابيا ان عائلتك المصغره او الجزء من العائله الكبيره يكون متواجدين مع بعض اغلب الاوقات، يكونون متواجدين في نفس المكان. طبعا العيد انا قبل هذه المقابله القدا تو واصل ما لحقت يعني الحمد لله العائله كانت جمعه وما خليتونا نتغدى يعني كان الموعد لهذا مع وصول الغداء فجيت المقابله وصراحه انا خايف طالبين منك شهاده تطعيم ما انت ما قدمتها لا 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 موجوده ان شاء الله موجوده الرياضيين عاد اكلهم عسر انا سمعت يعني انتم ما شاء الله حتى وان كنتم مثلا معتزلين ولكن دائما تهتمون باكلكم فللحين مهتم بنظام غذائي ولا لا شوفي انا اقول لك الرياضي في نوعين نعم رياضي يستمر برياضته لغايه ما الله ياخذ امانته مثل ما يقولون وفي رياضي لا بعد ما يبطل لعب خلاص يعتبر نفسه انتهى رياضيا وهذا الشيء الغلط يعني ما سوى لايف ستايل اقصد فراح شنو يصير هو متعود على نظام اكل وجبات اكبر كميات اكبر قبل لا يعتزل فبالتالي تستمر معاه بعد ما يعتزل من غير حركه فبالتالي هني تبدي عنده شنو الامراض السمنه على
قلب ومش يعني المهم ان الرياضي يفترض انه يكون رياضي لغايه اخر عمره. هذا الصح. رياضي لفتره معينه من عمرك هذا غلط. الرياضي لازم يستمر طول عمره وهو رياضي. احنا الحمد لله نتحرك ونتمرن ونحافظ على لياقتنا وناكل اكل اللي هو مو صحي لكن نقلل فيه الامور اللي هي مضره مثل السكريات والدهون. الدهون المشبعه وغيرها. نقللها ونحاول مثل ما تقولين نصير مثال صح جيد للاعبيننا احنا لان احنا مدربين وكذي فنصير مثال ممتاز. كابتن راشد انا ما اروح حق اللاعب وانا بطني كذي وما يصير وتقول له سوي رجيم او تنصحه ما يصير هالكلام. كابتن راشد انت مدرب مثل ما تفضل كابتن محمد عبد الرزاق كنتوا الحين مدربين وقاعد تقومون بدوركم لازم تكون فت قدام اي لاعب ولا لا 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 مو والله طبعا لا مو طبعا انا ليش جايك بهالسؤال وحلو جابني حق هالسؤال هذا قاعد نشوف مدربين العالم واحد مارادونا مارادونا وين في الحين غير ملتزم وغيره الله يرحمه وغير كثير من اللاعبين كل واحد هم ايضا يبغى اللي طالع انشيلوتي وغيره وغيره فهل هذا الشيء اساسي انه يكون عشان اكون قدوه لايصال المعلومه؟ هو المفروض يكون اساسي عشان تكون قدوه لكن تدري شنو وين المشكله؟ يعني انا بطلت كره عقب سنتين ثلاث مثل ما قال لك الكابتن محمد تاكل قبل تحرق صح بالتمرين بالحرق. الحين تاكل ونفس اكلك وما تدري عبالك انت زين يعني تحب الاكل الرياضي عبالك انت قاعد تحرك انا تفاجأت في مباراه تصوير كان اشوف شكلي قلت وين شو صاير فيني انا تغير الموضوع والله صدق فبالتالي يعني انت لازم تعرف ان انت مدرب قدوه المفروض او المفترض انك انت تحافظ على رشاقتك صحيح. على الاقل حقك مو حق غيرك نعم 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 لك هي مو لاحد علشان ترتاح بالنوم عشان ترتاح حتى بالقعده والقومه والحركه وتكون يعني تكون شوي يعني سبورت على الاقل ما تكون شكلك ثقيل يلوع الكبد نعم نعم فانا اتفق مع محمد يعني اكيد يعني كابتن محمد قال كلام صحيح انا حابه ان احنا ناخذ كذي سؤال عام بعدين ندخل شيء بالرياضه احنا في هذا البرنامج الامانه ما ودنا وايد نتكلم عن تجربتكم الرياضيه لان تجربتكم الكل يعرفها ما شاء الله ولكن نبي نتكلم عن موضوع يمكن في الاونه الاخيره كان داير اللي هو قانون الاحتراف الكلي يعني هذا من ضمن الاقرارات اللي انت وكنت وصل لكم سنين تبحثون عنها فكابتن هيثم ابي اسمع منك عن رايك في هذا الامر يعني خصوصا احنا من ايام معدوده صرح الدكتور صقر الملا في الجرايد المحليه انه راح يقرون ان شاء الله قانون الاحتراف الكلي عقب تقريبا 5 سنوات بالعكس يعني انا اشوف ان الهيئه العامه للرياضه قاعد تقوم بدور جدا ممتاز في دعم الشباب الرياضي الخطوة هذه يعني بصراحة الأمانة هي خطوة مدروسة وفي طبعا الناس القائمين على الهيئة العامة الرياضة على رأسهم أخونا الدكتور حمود الفليطح يعني هم كانوا رياضيين وعارفين يعني معاناة الرياضي حقيقة المشاكل اللي مر فيها الرياضي والرياضيين والفرق الرياضية اللي تشارك على المستوى المحلي أو الخارجي فإقرار مثل هذه القوانين تساعد على أن تهيئة الأجواء بشكل يعني ممتاز لأن الرياضي أو الفريق اللي يمثل الوطن أو الكويت يروح يمثله بأفضل صورة ممكنة ويكون هو مرتاح من داخل تهيئة الرياضي على مستوى المحلي وتفرغه الكامل لهذه اللعبة طبعا اكيد راح يساعد على تنميه مهاراته الفرديه وبالتالي تنميه مهارات الفريق ككل الحوافز الماديه اللي وضعت بهذا القانون يعني جدا مجزيه احنا على ايامنا طبعا يذكرون الاخوان ما كان في دعم رياضي لان كانت العمليه شبه شويه يعني بدائيه واحنا كنا يعني ماشيين باجتهاد يعني بعض الإداريين المتميزين في أنهم يديرون العملية الرياضية وتميزوا فيها على مستوى الخليج ونوعا ما على مستوى الدول العربية لكن حاليا دول الخليج طافتنا لأن قامت تأخذ دراسات عالمية وفي ناس متخصصة قاعدة تضع لهم خطط وبرامج يعني معينة ليوصلون لأهداف معينة احنا مطلوب منا ان ما نوقف على ما
وصلنا له في السبعينات او الثمانينات، مطلوب منا ان احنا نجاريهم ولا ونتفوق عليهم ان شاء الله. يمكن هذا السؤال ايضا بسقط لك كابتن محمد بوصله بطريقه اخرى. ما بعد الاحتراف، هل فعلا راح ناخذ نتائج ايجابيه سريعه؟ هذه الكلمه اللي بحطها بين قوسين، ايجابيه سريعه، ولا لا راح ننتظر سنوات وسنوات؟ يعني بضرب مثال على خلينا نقول المملكه العربيه السعوديه، عقب ما طبقوا الاحتراف ممكن اتوقع في سنه 93 او اذا ما قبل شويه طول الاحتراف، وبالعكس كان في انتقاد كبير من الصحافه الرياضيه السعوديه على تطبيق الاحتراف وما حصلوا النتائج، مع انه وصلوا كاس العالم 4 أو 5 مرات متتاليه. فهل هذا راح يصير يعني صوره مشابهه للكويت خلينا نقول لهذا التطبيق مثلا الاحتراف الكلي؟ محمد، اي عمل ومنظم جيد نعم ومدروس بطريقه ممتازه وماخذ تجارب الغير وماخذ افكار وماخذ لاعب مشترك لازم يكون موجود في ارائه، المدرب مشترك، الاداري مشترك، كل هالامور اذا صار فيها تنظيم ممتاز انت راح تاخذ نتيجه ايجابيه. نعم. لكن العشوائيه هي احنا مشكلتنا بالعشوائيه. نعم. احنا نتمنى ان القانون الاحتراف ما يكون مجرد رد فعل لسوء الرياضه. نعم. الاحتراف هذه مهنه لازم تدار بشكل عليك. منظم، لازم تدار بشكل مناسب لتخدم الرياضي بشكل اعلى مستوى. فبالتالي احنا ما نبي شيء اسمه احتراف وهو تنظيميا لا يخدم الاحتراف. فاحنا نتمنى نشوف بالايام القادمه صوره واضحه اكثر ان شاء الله، واتمنى ان حتى الهيئه يعني ما يقصرون، كافي ان الواحد يفكر لمصلحه الرياضي، لكن من دورها ان على الاقل تسوي استبيان للاعبين. نعم. تشوف شنو اللاعب شنو ناقصه شنو. نعم. اكثر تكبر شريحه الاستبيان. نعم. فبالتالي راح تستفيد اكثر من الاراء. كلامك صحيح. نعم. المخرجين قاعد يقولوا لي ان عندنا ما شاء الله احنا تقارير مجهزينها في البرنامج، ولكن قبل لا ناخذ التقرير القادم ابي نتكلم عنه، والتقرير القادم راح يكون له علاقه بذكريات العيد. فكابتن راشد كلمنا عن ذكريات عيد الاضحى، يعني حاشكم مره مثلا تكونون بمعسكر في عيد الاضحى، او مثلا حاشتكم مباراه او بطوله معينه انت مو ناسيها موجوده في ذاكرتك بالعيد؟ ايه بالعيد، والله حاشنا مع النادي، اعتقد مع النادي يعني كنا بمعسكر خارجي. يضيق قلبك ها؟ اي وايد صراحه. شوف بعد واحد يشتغل ترى يعني والله شوي ثقيله يمكن. ترى يعني حلاوه الكويت ما قبل الكروان كورونا كان برمضان والعيد. صح كلام. احلى ايام يعني ما حد اهل الكويت ما يسافرون برمضان. نعم. الاغلبيه يحبون قعدات رمضان، وكذلك بالعيد يعني تقعد مع الاهل ودك تشوف يعني التجمعات هذه، هذا قبل كورونا. شنو السؤال والله نسيت. ذكرياتك في العيد. طبعا تيمع عطنا شيء يا حبيبي، ودها تقول ايش كثر كنت تيمع؟ وايد تيمعون ولا شويه؟ لا قبل ايامنا ما حد يعطي. ما حد يعطي؟ اليوم انا اعطي يعني بنيتي يعطيها 5. تطالعك شي نظره غريبه. والله العظيم قالت لي هذه 5 5 هذه تارجت بعيد. تعالي وتعالي تارجت بعيد. اي والله. لا العيال صاروا ماديين زياده. لا حول الله. ما قاعد لا تسوون احنا ما نبي كلام سلبي، بس انا حابه اسمع رايك، احس قلبك متروس. لا لا بالعكس، انا متعتي ان اشوف فرحه الطفل. تم تم اي تم. انا اشوف انا سواسيه الكل. حلو ما شاء الله، عائله كبيره. نعم. فاذا ميزانيتك نطبق الاحتراف الجزئي، اذا تفتح ميزانيه لا راح تتعب، فانت تسوي ليمت للعيديه 10 الكل صغير وكبير ويلا. حلو. بدون تعليق. تمام. فاللي يرضى يرضى واللي ما يرضى ما يرضى، بس صراحه يحتاج ميزانيه، تعرفي احنا متقاعدين فشويه تخرب على هذا ايامنا العشرة. يعني هذا من يعطينا اليد العود؟ ايه. 10 تسولف ميمع هي 10 تسولف الحين. العشرة ما لها يمكن عادي قيمه يعني. صح. بسيطه صارت يمكن. لا هم الناس تعودوا او الاطفال تعودوا. ايه. على العشرينات. صح. على العشرات. المادة زادت. حتى في ناس ترى للحين توزع دنانير سوشيال يعني ميديا. سوشيال ميديا لما يطلع ياهل كذي وصاف فلوسه 500 دينار يغري، وهو ميمع مسكين هذا اللي قاعد يطالع ميمع 30 يقول متى وصل له هذا، فاكيد يعني ها يبي له 5 اعياد بعد جده. بس بس احنا على ايامنا كانت الحياه شويه اقسى. شلون يمكن تذكرون الكباتن
بالعيد احنا عندنا مو نفس الحين، يعني الحين زواره ياخذ هلا يروح عشاء بمطعم ولا غدا بمطعم، يدشون سينما يحطون الابلكيشن يحجزون حجوزات اونلاين. احنا اول والد الله يحفظه ويمده بعمره وشافيه، اللهم امين يا رب، عنده بروتوكول روتين يسويه معانا ومع بعض عيال الفريج، ياخذنا بسيارته يودينا سينما الحمراء. حلو الله، ايام السبعينات سينما الحمراء او سينما الاندلس اللي بحولي كان يعني كانت يسمونه العرض يسمونه حفله، اكيد ففي حفله الساعه 3 صح والساعه 6 والساعه 9 فاحنا نروح الساعه 12 الظهر قبلها بثلاث ساعات عشان نحجز تمام، وشباك واحد و3000 في واحد جاي يبي حجز، فمعاناة على ما ادش كشخة العيد طبعا يعني راحت اذا راحت سبت الحر والزحمه وتنطر ثلاث ساعات بالحر على ما ادش الفيلم من التكييف تنام. فاحد الاعياد صار لنا موقف انا واخواني وبعض اصدقائنا اللي في الفريج، كنا في سينما الحمراء وتونا داشين بعد معاناه ربع ساعه الفيلم بادي، ولا كان ينا واحد مال المنظمين مال السينما كان يقول طلعه وقنبله مسوي مقلب طبعا لا مو مقلب صدق الناس فوق بعض واحد يمشي فوق الثاني وزين طلعنا ادور انا اخواني وين ادور ربعي وين حصلناهم بعدين بالبراحه، وقعدنا بهالحر ثلاث ساعات اربع ساعات ويو ظاهر اداره المتفجرات ويو فتشوا ما لقوا شيء فالحمد لله ماكو شيء الامور يعني زينه، اذا خرد تقول لا الحين حفله ثانيه احجز مره ثانيه احجز مره ثانيه هذا من المواقف اللي ما نساها بصراحه. كابتن هيثم انت تقول الحجوزات اونلاين الحين صار في مشاريع يجيبولك سينما البيت، هم يجيبولك سياره وتدش السياره وتعيش تشوف سينما، فالوضع وايد تطور. بس احنا نطالب حاليا في ازمه كورونا انه يعيدون شوي سينما سيارات، اعتقد سينما السيارات حل وايد مثالي. يا ريت يعني هذا حل مثالي. واصلا احنا بنستذكر هذه الايام قبل ما نروح حتى التقرير، اول عيديه كم استلمتها؟ اي والله ما قبل ايامنا ربع صح نعمه حلوه كابتن محمد. انا ما اذكر اول عيديه يعني بالضبط اول عيديه، بس كان الربع له دور كبير طبعا بالعيديه. ربع دينار ثروه كان شيء كابتن هيثم. دينار والله دينار اي لا 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 قوي دينار اي والله. الحديث معاكم وايد حلو، ولكن معدين هذا البرنامج مجهزين لكم تقرير خاص بفرحه العيد، فنشوفه معاكم ان شاء الله. هالهلالة كل الطرب يحلالة. عيد الأضحى المبارك وهو أحد العيدين عند المسلمين، ويعرف بالعيد الكبير، وذلك لتزامنه بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون في كل سنة لتأدية مناسك الحج. والعيد في دولة الكويت له مذاق ورونق مميز، سواء كان قديما أم حديثا، حيث تشهد الشوارع ازدحاما في الأسواق لشراء الملابس الجديدة. وفي يوم العيد وبعد أداء صلاة العيد يذهب الناس إلى منازلهم استعدادا لتهنئة الأهل والأقارب والاستقبال الضيوف، ويتم ذبح الأضحية، ويذهب الأبناء للكبار ليتلقوا المعايدة ويأخذون منهم العيدية. وقديما كان العيد مميزا ويختلف كثيرا عن الآن، حيث كان الصغار والشباب يذهبون إلى الساحات للعب واللهو، وعلى الرغم من بساطة الألعاب في ذلك الوقت إلا أنها كانت تشكل فرحة كبيرة لهم. لا تكتمل فرحة العيد ولا يكتمل جماله إلا بصلة الرحم وزيارة الأقارب، فأجمل ما في عيد الأضحى المبارك أنه يجمع الأحبة معا. العيد هالهلالة كل الطرب يحلالة، العيد هالهلالة والله كل الطرب يحلالة، يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم. الحوار جميل تحت الهواء، واحنا نشوف ايضا حتى التقرير نستذكر ايام قبل، وكل واحد يقول والله حاشني هالموقف وحاشني هالموقف وحاشني.
أنا أبي المواقف المحرجة أيام العيد. يعني قبل لازم نوقف دور، وإذا يا واحد أو يلا 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 نشنا كل واحد شيء ثاني نتيمع عشان نوقف دور أو نقط نفسنا بالدار عشان يشوفنا عشان يعطينا عياد. فهذا الحدث السابق هل الآن موجود؟ هل تخلون في دور والله تعال أعطيك، ولا أي واحد شوفه وتعال أعطاه، ولا يستحون صار عيالنا الحين؟ لا بالعكس يوقفون أصلاً طابور ينطر ينطروا طابور. لا هم طبعاً ما شاء الله عليهم مفتحين عيالنا مفتحين الحين وايد حافظينهم يدزون لينك الحين شنو؟ أيوه هذا لا أنت تكنولوجيا هيدا رسمي تكنولوجيا تهرب ما في إذا ما عندك كاش ما إذا سويت نفسك ما تدري إلا اللينك جايك فهم يعرفون من اللي يعطي من اللي ما يعطي. نعم عرفت السلام الحار حق اللي يعطي يعطي العيادي السلام البارد سلام ندري ما تدفع هم يعرفون ما شاء الله عليهم يعرفون كل عيد يعرف فلان عمي خالي هذيل يعطون سلامنا يصير غير لهم. زين كابتن انت من اي فئه؟ لا انا ما شاء الله كريم يعني الحمد لله هيثم ناطر السؤال حق محمد الطابور عنده يبلش عنده صح لا والله ما شاء الله عليه يدفع اي لا لا يعني المره يديك بالاستديو الحين انا عايدكم لا انا ايام من توني وريته صوره قديمه يمكن 30 سنه دوره العاب العربيه كنا مع بعض كنت انا اروح حق فريق الطائره كان فريق الطائره اي مباريات فريق السله فكان ما شاء الله كابتن محمد مره عزمنا انا ويا كابتن استعمار ودعاني وكابتن اياد الصايد الله يذكرهم بالخير وكان لا كان كابتن محمد ما شاء الله عليه هو اللي مثل ابونا يقودنا في مطاعم هناك بالعكس يعني ما شاء الله من كثر صدق ما اذكر هذا الموضوع لكن كان الصحه اللي احنا فيها ترى من لان من كثر الظاهر العزايم اللي يسويها كنت انسى ما اذكر اللي يقوله والله كابتن هيثم انت ذكرت موضوع حلو موضوع الدزولي لينك الحين مالك حجه يعني حتى لو اعتذرت عن الزواره والله عندي ظروف وحسيت نفسك ان انت فلت من الموضوع لا ما راح تفلت لان كورونا راح يدزولك لينكات تدفع فيها عيادي اي كورونا تقول الحين والله ما لا لحد يجيني ها خلاص ندز لك لينك كلام سليم كابتن راشد ايضا نقطه وايد مهمه في هذا الجانب يمكن بعيدا شويه عن جانب الفرفشه بالحوار جانب جدي اللي هو المباركات في الموبايل خل كورونا ما قبل شويه كورونا اجبرتنا على هذا الموضوع كنا شجعت السالفه على هذا الموضوع لكن ما قبل كورونا وصلنا لمرحله التبريك صار مو مباشره مو حتى ارفع سماعه تليفون وبارك صار مسج ويلا بعد ابارك اذا رد لي المباركه لازم ارد له المباركه فهذا الجانب سولف لي عنه هل هي ظاهره فعلا ايجابيه ما قبل كورونا طبعا هي من السلبيات خلينا نقول من السلبيات اللي ما جتنا او استحدثت مع الاجهزه الجديده الذكيه فهي طبعا شيء طبيعي ان هي من نوع من السلبيات وكذلك هي تحل لك مشكله يعني بس انت تقبلها انا لا اقبلها من الشخص اللي ما لي تواصل معه البعيد عنه نقول البعيد عنك يعني واحد بالسعوديه واحد نعم. حتى بالجاره هالجاره اهل الاخوان يعني كلهم لكن واحد انت تشوفه كل يوم وهذا نعم. يطرش لك مسج يعني ما هي حلوه لكن انا ودي اذكر سالفه من المواقف المحرجه اللي حصلت لي عندي انا اخوي اللي اكبر مني اسمه فهد الله يرحمه توفى صوره طبق الاصل انا منه يعني نفس الشيء فكنا بالعيد كنا صغار يا حال صغار فياني قال لي روح ترى يوزعون عيادي عند الشيخه بدريه الشيخه بدريه انا والله ماني عارف من بنته رحمه الله عليها اذا هي اذا عايشه ولا ميته انا ما ادري بس هي ام فهد السالم نعم فمو فهد زوجة فهد السالم أم سالم الفهد رئيس نادي السالمية فرحت قال لي روح هناك ترى يعطون ربع حلو قبل صغار احنا يا حال ونروح عمرنا على 9 سنوات 10 سنوات دشيت ولا عيال الفريج كلهم هناك صف دور دشيت اي والله وهي توزع هاك 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 خذيت الربع طالعتني وصلت الباب ولا واحد ماسكني واحدة ماسكتني تعال
انت من ساعه مو جاي على اساس فهد اخوي. اي حلو. قلت لا لا مو انا والله مو انا. هذه من مواقف محرجه يعني. انت انت دشيت مكان وعبالهم ان انت قاص عليها مره ثانيه. والله زين هم حافظين يعني. اي موقف محرج صراحه للحين يعني. انا صغير عمري يمكن تقريبا 10 سنوات وقتها. نعم. للحين انا اذكر هالموقف هذا. فمواقف حلوه يعني امانه ومحرجه بنفس الوقت. نعم. انا بتم متوقفه عند موضوع المسجات. نعم. لانه موضوع وايد شائك. انا صح. واحده من الناس صراحه يعني تليفوني ما شاء الله كلنا نفس الشيء اكيد. تليفوناتنا تنترس مسجات وتعلق بالواتساب وانا صراحه ما ابطل المسجات من كثر ما اني ما اهتم فيها. ما ابطل الا المسج اللي احس فيه اسمي مثلا حبيبك العام وانت بخير او اذا احد دق علي. فابي اسمع رايك كابتن محمد في هذا الموضوع يعني. هل انت مؤيد او معارض لهذا الامر؟ لا طبعا احنا نتكلم السابق والحاضر. السابق كان المجتمع صغير، حتى العائله كانت اصغر من الان. المجتمع يعني ابعد واحد تعرفه يمكن مسافه 5 دقائق عن بيتك او ربع ساعه بالكثير. الحين ما شاء الله كبرت العائله، كبر المجتمع، صارت مسافات مناطق بعيده. فنحتاج الميديا، نحتاج. في السابق لا، كان سهل انك انت تتواصل شخصيا. الحين لا، الميديا قامت بعمل. في ناس كبر معينة تحرص ان انت تدق عليها وتعايدها؟ والله شوفوا اللي هم من الاهل طبعا، لكن من الاصدقاء لا، ما ادق على احد. لان انا قبل ادق عليه احس انه هل هو مشغول، كم واحد بيرد عليه، كم. فانا ما بياخذ من وقته. فافضل شيء عندي اني انا ابعث له معايده وهو يبعث لي معايده، والقلوب عند بعضها يعني. صح. سواء كان انا رحت له وقدرته بهالموضوع او بعثت له رساله، ما في اي مشكله. مجرد انك انت قدرته وبعثت له وذكرته بالوقت هذا، خلاص هذا كافي اعتقد. لكن مثل ما قلت لك الموضوع فتح وايد يعني. انت بشدك شو تخلي ما شاء الله الفئه اللي تعرفها انت كانت صغيره الحين كبرت وايد، كبرت خصوصا انت وظيفتك يعني تاهلك ان انت اكيد عندك وايد معارف، عندك وايد طبعا ناس في حياتك طبعًا. يعني دائرتك كبيره. تلفونهم فيه 900 اسم، 1000 اسم. ف شنو تلحق ما شاء الله. حتى الصغار صار عندهم موبايلات، فحتى اساميهم اصلا أيوة. زادت مو بس الكبار. يمكن كابتن هيثم بروح الى هذا الجانب وبلزق في جانب اخر. الموبايلات في الزوارات في فترة من فترات صاروا بس نتجمع وكل واحد ماسك موبايله. نعم. حتى سلام بالمباركة بالعيد ما في، صار ما في حوار، فصار كلنا نمسك. فصارت فترة ان الله يحفظهم الكبار بالعمر يحطون سلة عند البيت، زين، وكل واحد يحط موبايله وخلونا نعيش شوية اليوم ولو انه ساعتين 3 ساعات، وبعدين كل واحد ياخذ موبايله ويتصرف. فأنت أيضا مع هالحركة اللي سووها ويمكن كانت لها إيجابيات كثيرة، انه قعدوا ويانا خلينا نحس فيكم. والله شوف انا مع راي كابتن راشد وكابتن محمد. يعني وسائل التواصل والاجهزه الحديثه لها سلبياتها وايضا لها ايجابياتها. نعم. ما تقدر الحين، صار التليفون جزء من هويه الشخص. نعم. فما تقدر انت مثلا حتى لو طفل صغير تاخذ منه موبايل وتحرمه منه، لانه ممكن هو حريص انه يوثق مثلا هذه القعده او هذه الجلسه او هذه الجمعه في صوره ولا صح. في مثلا سناب ولا في اي شيء صحيح. فالحين ما تقدر، مو نفس اول صبعاً. يعني فهي لها سلبياتها لكن ايضا لها ايجابياتها. مثل ما تفضل كابتن محمد ان الحين الرسائل مثلا تعفيك عن انك انت مثلا تتعنى وتروح مسافات بعيده. نعم. لمثلا معايده او لتهنئه، فاختصرت مثلا وقت طويل بصراحه يعني. صح. فانا اشوفها يعني ايجابياتها اكثر من سلبياتها. انا يعني مع التكنولوجيا الحديثه وصارت. انت من قلت اللينك وانا خالص انا اوصل تحيه لكل الناس اللي تبطل هذه المسجات وتكون عارفه منو طرش لي مسج ومنو ما طرش لي، لاني انا ما اقدر اتحكم. عموما احنا عندنا تقرير مميز وهو تقرير خاص بتهنئه العيد لنجوم من نجوم الرياضه الكويتيه مميزين. في هذا التقرير ان شاء الله راح اشوفهم وهم يهنون الكويت والشعب الكويتي والحكومه والشعب. نشوفه معاكم. Yeah.
قلبي حلاله. ارفع اسم التهاني والتبريكات لمقام حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد جابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد جابر الصباح والشعب الكويتي الكريم والاسر الرياضيه بشكل عام بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ارفع اسماء آية التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم والشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليكم باليوم والخير والبركات. يسرني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولا سمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح متمنين أن تعاد هذه المناسبة على الكويت وشعبها والأسرة الرياضية بكل خير ورفاهية. بعيدها الحلالة الطرب يا حلالة العيد هالهلالة والله كل الطرب. هذه التهاني من قبل الرياضيين لكل الشعب الكويتي وكل من يعيش على هذه الأرض، وبلا شك فرحة العيد لها فرحة، خلينا نقول احنا فرحة خاصة نعيشها دائما، ولو ان الظروف شوية تمنعنا من وايد أمور لكن بعد لازم نتعايش مع كل الظروف. أرجع مع الكباتن الضيوف كابتن محمد عبد الرزاق، أروح إلى بعض الذكريات اللي ما تنساها حلوة 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 في العيد. أنا فاتح لك المجال سواء قنت على الأكل تذكر الوجبة هذه، سواء كلمة طيبة من شخص تشوفه، سواء من طفل ياك والله حبيته بشكل جنوني لا أعطيته زيادة بالمصروف أو عفوا بالعيدية، الأمر متروك لك. فاجأتني بالسؤال، انا قاعد راح شيء حلو، ما قلت لك شيء مو حلو، شيء حلو وايد من كثرهم من كثرهم يا رب. عيادنا الحمد لله مع الوالد والوالده مثلا اقرب شيء، عيادنا الحمد لله كانت قبل في السابق وايد جميله يعني، خصوصا احلى من الحين وايد وايد احلى. احنا طبعا احنا الفارق السن، احنا كنا وين كنا نستقبل واحنا صغار، العيد عندنا احلى، الكبار ما يحسون مثل ما يحس الصغير، الصغير كل شيء جديد ولازم كل شيء جديد، يعني ما تلبس شيء قديم، لازم شيء جديد، هذا تعلمنا عليه. نعم. ماكو شيء قديم تلبسه، فهدومك حتى كل شوي تطل عليهم مصفطين جاهزين حق الصبح وترد تنام. فالامور هذه جدا كانت لها طعم خاص، والعيد له معنى كبير جدا لنا احنا صغار. نعم. بعد ما كبرنا طبعا شفنا ان العاده هذه لازم تستمر مع عيالنا. نعم. فبالتالي احنا نحرص ان نشتري لهم جديد، نحرص ان نعطيهم زخم كبير حق العيد، ان هذا العيد مهم، مناسبه مهمه اسلاميه، لازم احنا يعني نعطيها حقها. فبالتواصل في فالامور هذه جدا كانت لذيذه ويوم كنا صغار، لكن يوم كبرنا الحين احنا نتابعها ونوجه الاطفال عيالنا علشان يؤدونها بشكل صحيح ان شاء الله. احنا بس احنا دائما نقول ان احنا كنا افضل واحنا كنا احلى، بس لما تيجي تسالني مو افضليه، مو افضليه هي. نعم. بس هي فارغ السن يعني. نعم. احنا المرحله انا والدي ووالدتي الله يرحمهم ما كانوا يشوفون العيد مثل ما احنا نشوفه، صحيح، فاحنا مثل كبرنا فقمنا نشوف بعينهم الحين. نعم. ان نشوف الفرحه على العيال. نعم. فهي مو وهذا نفس الشعور شعور عيالنا. نعم. وان شاء الله يكتمل هذا الشعور اكثر بعد كورونا ان شاء الله، لما تفتح المرافق الترفيهيه للاطفال اكثر واكثر. انا بتكلم شوي بالجانب الفني معك دكتور كابتن راشد، نتكلم شوي عن الجيل الحالي، يعني شلون بنخر شوي عن العيد، نتكلم عن شلون يقدر الجيل الحالي الرياضي يقدر انه هو يرجع هذه الامجاد القديمه. يعني انت وقبل مثل ما تكلم كابتن هيثم قال احنا كان يعني كان في اجتهادات شخصيه من مسؤولينا ومننا احنا بشكل فردي، الحين شوي الامور صارت افضل وراح يصير ان شاء الله في السنوات القادمه احتراف كلي، فشلون احنا كجيل حالي رياضي نقدر ان احنا نواكبكم ونصير نفسكم؟ شوفوا هو البدايه الاحتراف شيء مهم للاعب. نعم. الكويتي، واللاعب الكويتي عنده امكانيه انه يعني يتطور بسرعه. حلو. والدليل واضح، شوفي نتائجنا في دوره الخليج ال11
وال12 وشوفيها بال13 وال14 تلقين احنا فريقنا ما كان لا ثاني ولا ثالث في ال12 لكن بال13 الاول وبال14 معناته التطور سريع عندك وما عندك مشكله لان المواهب موجوده لكن انت عندك مشكله كبيره انا اعتقد ان مشكله الكره الكويتيه في كره القدم ها الكره الكويتيه يعني انا ما اتكلم عن السله ما اتكلم عن القدم ما اعرف فيهم ماني مطلع بشكل تام احنا مشكلتنا اداريه مشكله اداريه محمد انت عندك بتسوي احتراف بتسوي نظام مميز وتعطي مثل ما يقولون بونص او فلوس او تدعم دعم شامل حلو منو اللي راح يقوم بالدور منو اللي راح ينفذ هذا هل هو شخص متخصص. فاهم بالاحتراف متخصص عنده خلفيه هذه مشكلتنا مشكلتنا مثل اللي انت تروح تجيب لك سايق بس هو خياط ما هو سايق فانت وصلت انت وصلت انتقادك زين لكن على المؤتمر الصحفي من قبل دكتور صقر المرنك وضح كثير من النقاط وحط الاستراتيجيه على مدى خمس سنوات يطبق الاحتراف بشكل كامل اداريا هناك مسؤولين ولكن ممكن انا ما كنت حاضر يمكن المؤتمر بشكل كامل ولكن بلا شك اكيد في يعني دراسه كامله حق هذا الامر ما اتخذ بشكل سريع عشان والله اخفاق معين للمنتخب الوطني يلا بنطبق الاحتراف عشان يسكتون الشعب لا ما اتوقع بهذا الجانب ولكن اكيد في ناس متخصصين خلينا نقول مدرسه مثلا اجنبيه تمسك هذا الجانب كمحترفين مثل ما سووا في قطر ما في شك مشاهين يعني الموضوع محتاج مراحل نعم لا يمكن وهي على اربع مراحل نعم لا يمكن تطبق في مرحله واحده وتخلص وتمشي نعم. لكن احنا نتمنى ان لما يعني يقومون بهالدور يكون الرجل المتخصص موجود علشان يقدر يستوعب اللاعب شنو تقصد بمتخصص انه فاهم باللاعب انه هو رياضي اساسا لا لان عاده يقال ان الاداري مو لازم يكون فني يعني لا الاداري يكون عنده هو مميزات الاداره يكون فاهم بالاداره انا لما اتكلم عن المتخصص اقصد بالمتخصص انه رجل عاش مرحله الاحتراف خارجيا يعني لما اعطيك مثال لما تجيب لي علي مروي تجيب لي جاسم الهويدي صحيح بشار عبد الله اللاعبين اللي عاشوا بالاحتراف نعم عاشوا احتراف مرحله احتراف جميل. حتى جمال مبارك عاش مرحله احتراف كثير علي مروي بدر حجي يعني اخاف انسى واحد اخاف انسى واحد يعني الكل انا القصد ان انت تبي تطور رياضه يجب ان تروح تلامس الجرح حلو. اللي احنا عندنا مشكله اداريه واضحه اختيار خطأ لأقالبية المدربين نعم. وتدخلات بشكل ما هو شكل يعني مقزز صراحة نعم. في أمور اليوم مدرب باشر تغير المدرب هذا لعب بس هذا سيستم عالمي كابتن يعني مو شيء مو محلي مو سيستم عالمي ولا سيستم خليجي الآن نتكلم عن الفريق الألماني لا تعد هذا 12 مدرب صحيح على مستوى على مستوى سنوات قاعد تسولف عن فريق ولكن بشكل عام احنا نسولف الاغلب الانتقالات والاقالات بشكل سريع لا انت هل يعقل مدرب اربع مدربين خلال سبع شهور طبيعي لا طبيعي نتكلم من هالباب طبيعي انا ابي اسمع راي كابتن هيثم لانه ما تكلم صار له فتره كابتن هيثم ايش رايك بكلام كابتن راشد والله شوف توافقه؟ انا مع بالعكس كابتن راشد هو ما شاء الله خبير في لعبته ومجاله وبالعكس قال كلام يعني على الجرح مثل ما يقولون يعني لكن انا ارد اقول الكلام اللي كنت اقوله قبل قياس منظومه رياضه عندنا وتطورها ونجاحاتها ما يقاس بلعبة واحدة اللي هي كرة القدم بدليل أن إحنا حاليا على مستوى كرة السلة قبل شهر خدينا بطولة الخليج للأندية على مستوى كرة اليد خدينا ثاني آسيا على مستوى نادي الكويت ففي إدارة فاعلة ونشطة قاعد تشتغل وفي جهاز فني يتابع من قبل هذه الإدارة وفي لاعبين يتفاعلون ومتجاوبين مع الخطة الموضوعة فتوصل الأهداف بسهولة نعم. موضوع أن إحنا والله لا كرة القدم خسروا أو ما وصلوا تصفيات كأس العالم بالتالي ردة فعل تكون الرياضة بشكل عام منظومة رياضة كلها يعني
مو صحيحة، لا هذا يعني تصور خاطئ. نعم. عندنا على مستوى الألعاب الفردية حققوا نتائج إيجابية. صح. في دورة الألعاب العربية الأخيرة، فإحنا قاعدين ما زلنا في الريادة بصراحة. بس يمكن أنت نظرتك إيجابية أكثر لأنك تنتمي إلى نادي الكويت، يعني لا أنا قاعد أتكلم بشكل عام على نتائج الأندية والمنتخبات. أنا أقصد أنك يعني ما دخلت شوي في يمكن إدارات تكون فيها خلل معين. هذه مثل ما قال كابتن. نعم. راشد، هذه مسؤولية أن اللي مسؤول قائم على الإدارة ما يكون متخصص، فتكون فيه محسوبيات. واحد ما مارس الرياضة ولا تابعها، فما أقدر أنا والله مثل ما قال سائق أي طباخ ما أقدر. فلازم يعني الأندية هذه تفعل جميع العمومية لها وتضع المتخصصين اللي متفرغين اللي يحبون هذه اللعبة ويحبون تطوير هذه اللعبة. صح. يحطونهم في إدارة هذه اللعبة، راح يحققون نتائج بشكل أسرع إن شاء الله. عفوا أبو شاهين، هو قال خوش كلمة أبو شاهين بعد، جزاك الله خير. الله يسلمك. أنت طريقة اختيارك لما تختار شخص، لو تخليني أنا راح أختار الشخص القريب يمي. نعم. ليش؟ لأنه مو أنا اللي قاعد أدفع، الدولة اللي قاعد تدفع. لكن لما تجيب تصير احتراف ويصير خصخصة للأندية. نعم. لما تصير شركات، الشركة راح صاحب الشركة شو يبي؟ يبي واحد يربحه. نعم. ما يب يعني أنا عفوا لما أقول حق كابتن تعال، كابتن محمد تعال أنت قضب هالمكان. صحيح. وهو ما له شغل، يعني هو الحين مو بالطائرة. صحيح. أنا بجيبه بالغداء. وصار زين وتصير صار في مدربين. صح. مدربين لاعبين. نعم. بس ممكن يكون إداري ناجح. لا في مدربين يكونون لاعبين كمدرب. لا مدربين يكونون هم أساسا لاعبين طائرة قدم سلة راحوا. صح. اي لا هذه شويه اوفر شويه. صدقني ابو شاهين، اذا تبي تضبط الامر بشكل كامل، اول شيء الخصخصه. نعم. لان الخصخصه تفكك من المحسوبيه. انا صاحب شركه، يعني صاحب نادي ودير ودير المكان. ابي اللي لي عليك، راح يعني اجلب افضل واحد. صحيح. بوجهه نظري. نعم. مو صديقي. نعم. مو ليش؟ لأن هذا يا يربحني يا يخسرني. فهذه مشكلتنا الكبيرة. لا يمكن تمشي الرياضة الكويتية في وجود عملية التكتلات. نعم. هذه اللي صايرة. نعم. حادثة. نعم. الآن يعني شوف من المعيب لما نقول خمس محترفين وإحنا طالعين من كأس العالم وضجة وصارت زوبعة بالكويت. ضدها أنت؟ أنا ضد الخمسة. أوكي حلو. ضد الخمسة. أروح حق محمد عبد الرزاق وكرة الطائرة ما بين حانة ومانة ببعض القرارات، مرة تصير فيه محترف، مرة إن شاء الله محترف، مرة شيء يصير محترف. الحين موجود أتوقع المحترف. حلو. وهذا الحل كل مسابقة سواء سلة قدم طائرة يد إلى آخره. فالاستعدادات القادمة حق كرة الطائرة، أدري الحين إحنا على الأبواب الاستعدادات الأندية إن شاء الله الاستحقاقات القادمة، فشنو الاستعدادات المحلية القادمة في ظل وجود المحترف، وكيف ترى المستوى الفني للأندية بتوقعك الشخصي؟ طبعا نبدي من الآخر السؤال اللي هو مستوى الأندية. نعم. مستوى الأندية كان في الموسم السابق أربع أندية تنافست على البطولة. حلو. وكان أعتقد كان أفضل موسم مر على كرة الطائرة في الكويت. حلو. لأن أربع فرق على مدى كم سنة؟ منافسة متقاربة كانت. أيوة. لأن السابقا ناديين دائما ناديين هم اللي يتنافسون على البطولة. السنة هذه الموسم اللي طاف كان أربع. حلو. فرق، هذا شيء ممتاز، والأندية بدأت تحس بأهمية العمل الجاد وبدأوا يشتغلون صح. استعدادات الثانية اللي هي عندهم أعتقد الحين منتخب الأول، عندهم بطولة آسيا. نعم. مجموعة الكويت أعتقد جدا قوية ويحتاجون التأهل، هم أربع فرق قبل مجموعة. منتخب الناشئين طلع معسكر إلى تركيا. صحيح. لجنة التطوير اللي موجودة بالاتحاد قاعدة تشتغل في تطوير أداء المنتخبات، تطوير. نعم. الأفكار، بس إحنا نبي شيء على أرض الواقع. نعم. يعني
اللي قاعد نشوفه ماكو في شيء واقع يعني دائما تلزيق أوكي. كل شيء ملزق يلا ما يخالف خلينا نحط الحين فلان خلينا نحط الحين يجيب هالمدرب خل وقاعد يتعبون مجرد فكره ويبون يطبقونها من ادوات اللي حواليهم الموجودة. فبالتالي هني ايه فهني احنا نتمنى منهم انهم يكبرون نظره يشوفون بزاويه اوسع علشان يقدرون يوصلون الهدف المنشود. فبالتالي الكره الطائره نتمنى ان تصير المنافسه 6 فرق كذلك يصير افضل وافضل. حلو. والانديه اعتقد ناديين بدلوا مدربينهم، نادي الكويت ونادي كاظمه تغيروا مدربينهم، العربي استمر، الجهره استمر، القادسيه استمر على مدربينه. فبالتالي راح نشوف مدرستين يدي جدد الان، برازيلي عند كاظمه وارجنتيني عند الكويت، راح نشوف مدارس جديده. احنا بغض النظر عن المدرسه لكن افكار جديده. أيوة. نبي دماء جديده. ايه نبي نشوف كره طائره مستواها عالي باذن الله. انا يعني الشيء المرتبط بينكم ثلاثتكم الاحباط، يعني في جانب عالي من الاحباط. لا ليش يبين كل هذا اللي قلناه انت وايد ايجابي بس هم في جانب من شوي محبطين الى حد ما. لا مو صحيح، انت دائما ايجابي دائما الكويس. لا حتى الاخوان بعكس، حتى اللي ينتمون لنادي الكويت دائما ايجابيين ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله دائما ايجابيين. نتائجهم زينه يعني. بس كابتن راشد محبط. لا لا انا محبط للكره الكويتيه. وانا مساء قبل اتكلم قلت انا ما اتكلم عن السله والطائره. شعور متبادل. انا عارف ان في انجازات لهم يعني، وفي مميزين يعني خاصه كره السله. صحيح. يعني السلة يعني مميزين، حتى اليد في نادي الكويت حصل اعتقد على الاسيوية او ثاني الاسيوية. ثاني الاسيوية. نعم. ففي مجال، والسلة كنا ماخذين الاول. نعم. توي ايه. فهذا شيء انجاز، لكن كرة القدم يجب ان يعني يلتفت لها بشكل افضل. نعم. اتمنى ان وجهة نظرك هذه توصل اكيد حق المختصين والمسؤولين. عندنا تقرير قادم في صالة التزلج، نوجه تحية حق المخرجة سناء عبد الرضا اللي سوت لنا هذا التقرير. هي وايد كانت قاعد تسولف عنا وراء الكواليس ما شاء الله، كل التقارير اللي سويتها وايد تحمست اني انا اشوفه، فنشوفه معاكم ويعطيك العافية زميلتنا سناء. مساكم الله بالخير، اليوم جايين نادي الألعاب الشتوية الكويتي، راح نتابع معاكم الاشتراطات الصحية ونشوف الناس شلون مستمتعة في إجازة العيد. هذه الأيام المباركة وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم نيابة عني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الألعاب الشتوية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى ولي عهده الأمين وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي كافة وإلى كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأسأل الله أن يعيدها هذه الأيام في اليمن والبركات على الأمة العربية والإسلامية. اليوم إحنا في نادي الألعاب الشتوية، إحنا جزء من المنظومة الرياضية في دولة الكويت، ولذلك تطبيق الإجراءات التي يعني تقوم بإصدارها وزارة الصحة والإخوان في الهيئة العامة للرياضة بتوجيهاتهم، إحنا يعني من الأطراف التي تتبع هذه الإجراءات كوننا هيئة رياضية حكومية مستقلة، ولكن بالتالي الإجراءات التي تتبعها الدولة هي إجراءات مفيدة للصالح العام وللشارع الكويتي. سولف لنا عن
عنها الرياضة أكثر. الرياضة هي عبارة عن تزلج، وهو لازم تمارسها كل يوم عشان تصبح نفس الهدف اللي تتمناه. والله أجواء وناسة وتعلمت شيء جديد. أنا صقر لسوي للمجادة. أنا لاعب هوكي جليد الكويتي منذ عام 2019، وهي لعبة وايد حلوة وصراحة نستمتع فيها، وأنا أشجع النادي على يعني الحرص على سلامة اللاعبين والحرص على نظافة المكان، والمكان جدا حلو ويصلح كل اللاعبين. واليوم أنا مستانس بهذه الفترة، ويعني الناس موجودين وملتزمين بالاحترازات الصحية ومستانسين والحمد لله. وناسة. أوكي. وشلون تحبين هالرياضة؟ إيه. نعلمك عليها. أمي. دائماً تيجين هني؟ إيه. أجواء حلوة وما في شيء صعب، وبالنسبة للي يعني يقولون أن اللعبة صعبة وكذي، اللعبة سهلة بس إنه يبيلك يعني تتدرب. أجواء وناسة وبالذات بالويكند، يعني منها نيجي ونستانس ومنها لياقة. دائماً تيجون هني بصالة التزلج؟ إيه دائماً من المرقب. من متى تلعب هاللعبة؟ من وأنا عمري 7 سنين. الشكر موصول حق زميلتنا حوراء غالب على هذا التقرير الخاص في صالة التزلج وأجواء العيد. آخر سؤال كلكم مشترك، ها؟ وسريع سريع سريع سريع، ما أبي أفاجئك، بخليك آخر واحد عشان تفكر بالوجبة المفضلة اللي لازم تكون موجودة على سفرة العيد، شنو هي؟ مجبوس لحم. مجبوس لحم. مع فقع ولا بدون فقع؟ أنا لا، أنا ترى أختلف عنهم، أنا بصراحة أتلذذ في الأكل. حلو. وانا لا وانا رايح ابعد يعني لا انا رايح الليفل الاخير. انتوا نباتيين. اقعد اسال شلون انطبخت. بعد تفاصيلها. انت ناطر التقاعد. شنو المكونات؟ شنو هذا؟ هذا بعد الاكل. لا والله لا والله اثناء الاكل. اثناء الاكل. اي نتعلم. شاهين يمكن انت تحب الطبخ. اي اي حلو. يحب ما حد يسال الطبخ. ما احب. تمام. اقصد ما احب اني اقوم اطبخ يعني ما اعرف. تحب يطبخون لك بس انت ما تقوم تطبخ. بس اي الوجبه المفضله عند راشد بن ابو سالم زبيدي. الزبيدي على الغداء العيد يوم العيد. بالعيد لا تقول لي يعني اليوم زبيدي لازم. اي ها اذا ما هذا مو عيد مو غدا العيد. حلو. كابتن محمد عبد الرزاق بس مو تضحك ترى كابتن محمد هيلثي يعني يبين نباتي. سوشي. سوشي بالعيد. لا عطنا يوبا بالسبعينات الثمانينات شنو تاكل؟ انا الحين تقول لي سوشي. ماكو سوشي سبعينات. لا صحيح كابتن محمد. سبعينات الثمانينات الاولى سوشي. لا قبل شنو؟ قبل سوشي. كراب هذا اللي يسمونه. لا هيثم كان سلمون ني. قباقب بعد شنو؟ اختياراتك راقيه دائما كابتن. دائما انقي انا شيء مميز يعني. نعم. عرفت. وبعدين الحين معدتنا غير عن الاول. الحين تبي سوشي. تبي شغلات ما فيها مقالي ما فيها دسم هذا. ناكل كل شيء لكن كميات محدده. أيوة. شلون يسوون السوشي؟ خبزه فيها عيش. يعطيك العافيه كابتن محمد عبد الرزاق، مشكور على يعني قبولك دعوتنا وكل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيك كابتن راشد، مشكور على تواجدك. يقول لي لا والله اليوم وايد ضحكت انا. عساك على القوه ان شاء الله وعيدك مبارك وسالم. والله يحفظكم ويحفظ جميع اسرتك الكريمه. مشكور. شكرا كابتن هيثم، كل عام وانت بخير. سعيد بتواجدي وتشريف لي وسط الأساطير أسطورة كرة الطائرة وكرة القدم، كباتن نجوم وخدموا الدولة لسنوات طويلة بتميز، وأنتم أيضا تقديمكم الرائع، يعني نتشرف بالتواجد في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا. انا اليوم حسيت اني انا مو قاعده اقدم برنامج، حسيت اني انا وايد مستمتعه وكني قاعده مع ناس اعرفها من زمان. فشكرا جزيلا على وجودكم معنا، وشكرا حق كل الناس اللي تابعونا من خلال القناه الثالثه الرياضيه. نلتقي فيكم ان شاء الله يوم الغد ان شاء الله. عندك الكلمه الاخيره محمد. تسلمين حبيبه، كل عام وانتم بالخير. احنا اليوم في اولى حلقاتنا من برنامج عياد، متواصلين وياكم ان شاء الله خلال ايام الغد وبعد الغد واليوم الأخير يوم الجمعة مع ضيوف راح ينورونا في هذا البرنامج أعيادنا من الأربع إلى الخمس. مع السلامة، في أمان. علينا آمين وكل حول نلقاك، حياك العيد حياك، وحنا بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة، تقبل الله منا.